أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، أهلا بيكم. حلقة جديدة من حلقات مدرسة على الهوا ومادة الفيزياء. أهلا بيكم طلبة الصف الثالث الثانوي العام، وأيضا طلبة الثانوية الأزهرية. يلا بينا نجهز كراسة جميلة، ورقة جميلة، والقلم بتاعنا. النهاردة عايزين نتعرف على ازاي نحل مسائل كيرشوف. الهدف منها اولا ان اقدر احسب شدة التيار المر في كل مقاومة، ان اقدر احدد بواسطة قوانين كيرشوف اني مقاومة يتم الغائها، ودي اصبحت في المنهج عندنا. لكن كل الطرق اللي احنا اتعلمناها في توصيل المقاومات من الغاء المقاومة طرق صحيحة لكن ليست مقررة عليا، فأنا أصبح عندي قانون. هذا القانون يمكنني من حساب شدة التيار المر في كل مقاومة، وأيضا يعرفني إزاي ألغي مقاومة، وفي نفس الوقت يعرفني إزاي أجيب المقاومة المكافأة. نظام التدريس في مدرسة على الهوى بيبنى على منهج علمي دقيق. إحنا النهاردة هننسى توصيل المقاومات على التوالي وعلى التوازي، ورايحين ننسى مؤقتا ازاي نجيب شدة التيار المر في كل مقاومة اللي احنا شرحناها قبل كده بواسطة مين؟ قانون أوم للدائرة المغلقة. والنهاردة هنتعلم قانون جديد، ازاي احسب بشدة التيار المر في كل مقاومة، وازاي اقدر الغي مقاومة، وازاي اجيب المقاومة المكافئة. تفتكروا معايا مين هيعلمنا الحاجات دي؟ يلا بينا انا وانتو نرحب بالاستاذ الصديق سعد عسل. اهلا بك يا مستر عزت، وكل سنه وحضرتك طيب وابنائنا الطلبه كلهم بخير، وان شاء الله كده تبقى حلقه جميله في وجود حضرتك بامر الله. ان شاء الله تعالى. ان شاء الله ربنا يبارك في ليه وقت، وعايزكم كلكم تبقى اذن صاغيه ومركزين جدا مع مستر سعد. هيكلمنا عن قانون كيرشوف. تمام. هما كم قانون؟ هما قانون يا مستر. اول قانون طبعا بيتكلم عن قانون حفظ الشحنة الكهربية. القانون الثاني بيتكلم عن حفظ الطاقة الكهربية. اولا عشان اتكلم عن حفظ الشحنة الكهربية يبقى لازم اربط بين الشحنة الكهربية والتيار الكهربي. حضرتك تفضلت قبل كده بشرح شدر التيار الكهربي بالتفصيل، وقلنا شدر التيار الكهربي عبارة عن كمية الشحنة المرة خلال زمن قدره 1 ثانية. طب الشحنة الكهربية تساوي ايه؟ شدر التيار الكهربي في الزمن. طيب التيار الكهربي ده يا مستر بيختلف باختلاف حالة المادة. فلو أنا عندي مادة صلبة زي السلك، التيار الكهربي هيسري فيها على هيئة إلكترونات، وده يهمنا جدا في درس النهاردة. الحاجة التانية إن لو أنا عندي بطارية، عشان نتكلم عن قانون حفظ الطاقة الكهربية، لو أنا عندي بطارية التيار الكهربي هيمشي فيها إزاي؟ أولا زي ما أبنائنا الطلبة هيدرسوا في الكيمياء إن البطارية ديت أو الخلايا الكهربية بتنقسم إلى قسمين، خلايا كهربية جافة وخلايا كهربية إلكتروليتية. الإلكتروليت ده عبارة عن مادة بتوصل التيار الكهربي، عند مرور التيار الكهربي المر فيها بتتحول إلى أيونات موجبة وأيونات سالبة. عن طريق حركة الأيونات الموجبة والأيونات السالبة يتم توليد الطاقة الكهربية. وده موضوعنا، أو ده هينقلنا للعلاقة، أو إن أنا إزاي أقول إن قانون كيرشوف بيتكلم عن حفظ الطاقة الكهربية. ده هيجي لنا بعد شوية. يبقى انا في البدايه لازم افرق او اعرف ابنائنا الطلبه ان التيار الكهربي ده قد يكون فيض من الالكترونات في المواد الصلبه زي الاسلاك، ولكن في البطاريات عشان نتكلم عن قانون حفظ الطاقه الكهربيه هنقول ان التيار الكهربي ده هو عباره عن فيض من الشحنات الكهربيه التي تسري من احد اقطاب البطاريه الى الاخر او عبر الدائره الكهربيه. هم ببساطه عارفين ان ما يحدث داخل البطاريه تفاعل اكسده واختزال. تمام. احد الفلزات الموجوده اللي هي اللي انت تقصدها بالظبط، اللي هي الالكتروليتات، اللي هي فيها عجينه او فيها سائله. تمام. لو احنا خدناها ببساطه زي حمض الكبريتيك المخفف، انت بتحط حمض كبريتيك مخفف، بتحط فلزين، واحد بيسبي الهيدروجين في التركيب والتاني بيالي الهيدروجين في ايه؟ في الترتيب. بيحدث مين؟ تفاعل اكسده واختزال. اختزال احد الأقطاب هيفقد إلكترونات فيكتسب جهد موجب. تمام. والتاني هيكتسب هذه الإلكترونات فياخد جهد إيه؟
سالب. انت قصدك بقى ان في عملية انتقال الكترونات داخل المحلول يلزمها ايه؟ بذل شغل. طبعا. تمام؟ يبقى اللي هنا برضك الطاقة، يبقى شغل مبذول. صح؟ تمام. بس برضك في الاسلاك في برضه شغل ايه؟ طبعا. مبذول. بس انا اقصد بالذات يا مستر، او تحديدا ان التيار الكهربائي في الاسلاك الكترونات فقط، تمام. لكن في البطاريات على اساس انها ايونات. سوائل. اه اساس تمام. انها سوائل. اه ده اللي انا اقصده بالتحديد تمام يعني. تمام القانون الاول بيتكلم عن قانون حفظ الشحنة الكهربية. يبقى احنا كده هنكتب مع بعض قانون كيرشوف. القانون الاول ده اسمه قانون حفظ الشحنة الشحنة الكهربية. الكهربائية. حلو. لو انا جبت نقطة، وهنفترض النقطة دي هنسميها نقطة ايه، في تيار كهربي داخل ليها في هذا الاتجاه، وفي تيار داخل في الاتجاه دهوت، وفي تيار خارج من هنا، وفي تيار خارج من هنا. كيرشوف قال ايه؟ قال انا عندي دلوقتي موصل همرر فيه تيار كهربي، هيخش من احد الاطراف هيخرج من الطرف التاني، عشان كده لا يمكن شحن الموصل، يعني الموصل ما يتشحنش زي البطاريات. الراجل قال ايه؟ هنفترض ان هنا اي واحد، وهنا اي اتنين، وهنا اي تلاتة، وهنا اي اربعة. تمام. الراجل قال ايه بقى؟ ان مجموع التيارات الداخلة عند نقطة اللي هي اي اتنين واي واحد يساوي مجموع التيارات الخارجة من نفس النقطة اللي هي اي تلاتة واي اربعة. ده معناه ايه؟ ان اي واحد زائد اي اتنين هتساوي اي تلاتة زائد اي اربعة. ده معناه ان مجموع التيارات الداخلة عند نقطة هيساوي مجموع التيارات الخارجة من نفس النقطة، او ممكن نتكلم عنها بصيغة تانية، هنقول ايه؟ ان المجموع الجبري للتيارات الداخلة والخارجة عند نقطة هيساوي صفر. بمعنى ان احنا هنا نقول ايه بقى؟ اي واحد زائد اي اتنين زائد اي تلاتة زائد اي اربعة هيساوي صفر، مع الاخذ في الاعتبار يا مستر الاتجاه بتاع التيار الكهربي. فاحنا لازم في الدائره الكهربائيه بتاعتنا لازم نفرض اتجاه معين، وممكن نعبر عن الكلام ده كله اذن هنا بقى، اذن هنا في حب ناقص ولا كله موجب؟ لا طبعا في ناقص، اللي هو ما انا قلت لحضرتك ايه، مع الاخذ في ايوه الاعتبار اتجاه التيارات، يبقى هنا سالب وده سالب. ولو احنا جينا للمعادله الرئيسيه هنلاقي اهو اي واحد زائد اي اتنين هتساوي اي تلاتة زائد اي اربعة. بالظبط فاحنا كده. هنجيب اليمة التانية بالظبط. بإشارة مخالفة. يبقى واحد في اتجاه والتاني كان في اه اتجاه تمام. بالظبط. يعني لو الاول كان نحو اليمين هيبقى الاخر نحو اليسار، واحنا كلنا عارفين زي ما بينا بن... على الرسم تاني كده، شوف بقى الاتجاهات يعني من تمام. الداخل. انا عندي اي ون داخل لنقطة ايه. تمام مش كده؟ تمام. واي والاي 2 تو داخل لنقطة ايه، يبقى الاتنين لهم اتجاه واحد. يبقى الاتنين ليهم نفس الاشارة. بالظبط. تمام. الاي 3 خارج. خارج، والاي 4 خارج، تمام يبقى ايضا ليهم نفس الاشاره تمام او نفس الاتجاه. فاديهم اشاره مضاده عشان تعبر عن اتجاه مضاد. تمام. تمام دخول وخروج. جميل. تمام. ممكن نعبر عن الكلام ده كله بمعادله رياضيه بسيطه جدا اللي هي المحصله. نقدر نقول ايه؟ ان سيجما اي هتساوي صفر، او سميشن اي هتساوي صفر. تمام. ده معناه ان مجموع التيارات الداخله والخارجه عند نقطه هيساوي كام؟ صفر. طب النقطه دي بيسموها ايه؟ نقطه التوصيل بتاعه الموصل، بيسموها ايه؟ مش بيسموها اصلا نقطه وصل او نقطه التفرع. الوصله. تمام تمام. الوصل او بالظبط في الدائره الكهربيه نقطه تتفرع منها اجزاء الدائره. ده تعريف الوصله، تمام. يعني نقطه تمام فيها كل تيار الدايره يتجمع فيها ويرجع يتجزأ منها تاني. تمام تمام. ده اسمها الوصلة. تمام. فالقانون بيقول لك المجموع الجبري للتيار عند الوصلة
بيساوي صفر. المجموع الجابري للتيار عند الوصلة المطلوب بيساوي بيساوي صفر، صفر. تمام. مجموع جابري دي يعرفوا ان فيه موجب وفيه مين. سالب. بالظبط كده. يبقى عشان كده حضرتك عاوز تلفت نظرهم، وهو لأبناء الطلبة طبعا ولينا كلنا، إن في الدائرة الكهربية لازم أفرض اتجاه معين للتيار الكهربي. مفيش مشكلة. تمام؟ تمام. تمام. طب ناخد احنا مثال كده بسيطة يا مستر، من باب إن احنا إيه؟ توصيل المعلومة بيتطلب إيه؟ توصيلها من السهل للأصعب. تمام؟ أنا عندي نقطة، يقول لي مثلا عندي النقطة ولتكن التيار الكهربي ده اهو، وليكن هنا ب 4 امبير، ودي نقطة ايه، والتيار هنا ب 6 امبير، والتيار هنا ب 10 امبير. يقول لك احسب التيار الكهربي اي، يقول لك من الشكل الذي امامك احسب شدة التيار الكهربي اي. يبقى احنا هنعمل ايه؟ هنقول ان احنا عندنا 6 امبير ده خارج من نقطة ايه، و10 امبير ايضا خارج من النقطه ايه، ال4 امبير داخل للنقطه ايه، والاي ايضا داخل للنقطه ايه. يبقى انا هقول ايه، ان ال6 امبير زائد 10 امبير هيساوي 4 زائد اي. تمام؟ يبقى دي كده 6 ودي 10، يبقى منها الاي هتساوي كام؟ دي هتروح لما تتنقل بإشارة مخالفة، يبقى ده 16 ناقص 4، يبقى شدة التيار الكهربي عند الخارج أو الداخل هيساوي كام؟ 12 أمبير. تمام. حلو. طب في نفس المثال اللي قدامك ده، تمام، أنت كنت عاطيله اتجاه التيار المجهول. تمام. كان ممكن ما يديش اتجاه التيار المجهول، يقول لك حدد اتجاهه. ممكن. يبقى احنا هنا هنفترض مثلا ان التيار اللي داخل النقطة ايه بالموجب، واللي خارج منها بالسالب. فلو طلع بالموجب يبقى داخل، لو طلع بالسالب يبقى خارج من النقطة طيب ايه. انت كنت كاتب، هات انت الرسمه كده عشان نشوفها، خليها زي ما هي. هم هنجيب الرسمة دي جات اهي. تمام. انت عامل اي 1 خارج مش كده، اللي هو 4 امبير. لا، داخل داخل، وعامل مين بقى؟ 6، و6 ده خارج، 6 خارج. تمام. و10 خارج، خارج اللي داخل اي واللي داخل 4 امبير. تمام. من غير سالب ولا موجب دلوقتي، اللي خارجين مجموعهم كام؟ اللي خارجين 16. 16. واللي داخل كام؟ 16. اللي هو داخل 16. المفروض اللي داخل قد اللي خارج. تمام. يبقى مجموع التيار اللي داخل 16 امبير، والخارج بقى انت عطولي كام؟ 16 امبير برضو. لا، انت كان عندك مجهول. ما هو الاي، بص كده يا مستر سعد، انت كنت كاتب 10 6 امبير داخل، صح؟ لا، 6 امبير خارج. حلو، صح كده؟ و10 امبير خارج، ومديني واحد معلوم، التاني مجهول، اللي هما داخلين. بالظبط، مديني واحد معلوم اللي هو معلوم كام؟ 4 امبير. يبقى شيء طبيعي هو اللي داخل ده اقل من اللي خارج. تمام. يبقى الفرق بينهم تمام هو داخل بقى. ابقى قصدي فهمت وجهة نظر حضرتك. بالظبط. ده مهم ده على فكره، هو ده لازم يبقى هو فاهمها، فاهمها كده. يعني الاثنين اللي داخلين المفروض يساوي الخارجين. تمام. طب اللي هما داخلين كانوا كام؟ 16. اللي كان خارج 16. تمام. وانت اديتني واحد داخل وقلت لي الثاني ما اديتهوش اشاره. تمام. ما اديتهوش اشاره، انت ما كده اديتوش هو داخل ولا خارج. انا لوحدي اعرف انه داخل، وبالتالي من قانون كيرشوف الاول انا ممكن نعرف اتجاه ومقدار التيار. تمام. المجموع اللي داخل قد اللي خارج، اللي خارجين 16، وقلت له واحد داخل 4 والتاني مجهول، يبقى المتوقع مقدارا واتجاها. تمام. فانا هفهم ان مفيش حد داخل خارج غير ال10 وال6، يبقوا الخارجين كده 16. تمام. تمام. لازم كل داخل قد 16. تمام. فانت اديتني واحد بس. تمام.
وقلت لي ده داخل قيمته كام؟ 4 مثلا، تمام. يبقى اعرف التاني من غير ما تحدد لي اتجاهه، انا اعرف انه داخل وقيمته الفرق بينهم. تمام، ممتاز. يعني حضرتك عاوز تقصد حضرتك ان من قانون كرشوف الاول ان انا اقدر احسب مقدار التيار وحدد اتجاهه. وحدد اتجاهه. بالظبط كده. يعني يعتبر ده هدف من اهداف قانون كرشوف الاول. تمام بالظبط. تمام. ليه؟ لان تحديد اتجاه التيار هيعتمد عليه حل تحديد اتجاه الجهد، تمام. وبالتالي ممكن نطبق قانون كرشوف الثاني بسهوله. تمام. اتفضل. تمام. طب ناخد مثال تاني كده برضو بسيط. لو احنا جينا خدنا جزء من دايرة، الجزء ده بيقول ايه؟ ان انا عندي تيار كهربي داخل وتوزع على مقاومتين، هنا التيار اللي داخل وليكن 7 أمبير، وهنا 3 أمبير، هو عاوز يحسب شدة التيار الكهربي اللي هنا وليكن I1، اللي داخل هنا كام؟ أنا معرفوش كام، I2، وهنا 5، وهنا اللي خارج من الدايرة 15 أمبير. يبقى احنا عاوزين نحسب شدة التيار I3 أو I2، ده I1 ده I2 يبقى ده I3. تمام. المقاومات ديت مش ما يهمناش مقدار المقاومة كام، التيار اللي خارج كام؟ 15. 15 أمبير. يبقى خلاص المفروض اللي داخل كام الدايرة؟ 15. لا، حط بقى اللي داخل عند النقطة أنهين، اللي داخل فيه جزء من فوق وفيه جزء ماشي، من تحت. وماله بس حط ايدك على النقطه، حط سن القلم على النقطه اللي خرج منها ال 15 امبير اهي، اي في ايوه هنا دي. تحطها، هي دي بالظبط كده. تمام. دي بقى الوصله اللي انا هتكلم عليها. تمام. يبقى هنسميها مجموع مثلا النقطه سي. سي. يبقى المفروض التيار الخارج من نقطه سي يساوي 15. هو فعلا 15. يبقى اللي داخل كله يبقى 15. تمام. شوف جاي لك من فوق كام؟ 7. اللي داخل فوق 7 أمبير، شوف يبقى قول انت المفروض بقى. اي 2 هيساوي 15 ناقص 7 يبقى 8. يبقى 8. يبقى اي 2 بمجرد النظر كده هيساوي 8 أمبير. طيب ال 8 أمبير دولت في جزء منهم 5 هيمر تحت اهو. اتفضل. 3. تمام. التلاتة هيمر هنا وهيمر هنا، يبقى الاي 3 هتساوي كام؟ يبقى اي 3 بيساوي، يبقى اي 2 هتساوي 8 امبير، يبقى اي 3 تساوي 5 تساوي 3 امبير. 3 امبير. تمام. يبقى الاي 3 هتساوي 3 امبير. ليه؟ لان هنا اللي داخل كام؟ 8 اهو على الرسم، اللي داخل هنا خلاص حسبناه 8، هنا 5، هيتبقى من ال 8 كام؟ 3، هيمروا هنا ومروا هنا، يبقى اي 3 هتساوي 3 امبير. طب نيجي فوق، السبع امبير اهم في جزء منهم مر في المقاومه اللي على اليمين قدره 3 امبير، يبقى اي 1 بمجرد النظر هتساوي كام؟ 4 امبير. يبقى انا كده قدرت احسب شده التيار الكهربي المار هو كل فرع. في الواقع جميل اللي انت بتقوله، بمجرد النظر انت قصدك ايه؟ امشي لي ولا التيار 7 امبير؟ التيار 7 أمبير أهو، امشي وراه، ماشي أهو. أيوه استنى بقى، جه ده بقى واصلة، دي واصلة. تمام. أيوه، ما أنا عايز أعرفهم دي واصلة. ولتكن إيه؟ إيه؟ تمام. التيار اللي داخل النقطة إيه يساوي التيار اللي خارج منها. تمام. اللي داخل 7. تمام. يبقى اللي خارج منها لازم يبقى 7. 7. خرج 3. يتفضل 4. يتفضل 4. تمام. يجي عند الوصلة أيوة. التانية يتجمعوا. يتجمع هنا عند النقطة دي برضك، اللي داخل يبقى اللي خارج. تمام.
بقوا سبعة تاني، تمام صح؟ تمام السبعة استنى التاني لما جه، مش كده ولا ايه؟ اه تمام يبقى مهم جدا يا ولاد بتحط عينك على الوصلة. انا هتكلم على انهي وصلة. تمام تمام، الوصلة اللي هي ايه؟ اللي التالت فوق، دخل فيها سبعة، يبقى تمام اللي خارج سبعة. تمام اللي هو الوصلة الوصلة ايه تمام والوصلة دي. دي، ماشي بعد اذنك، ايه اللي داخل سبعة واللي خارج سبعة؟ تمام دي اللي تحتها برضو اللي داخل سبعة واللي خارج سبعة، تمام صح؟ تمام جينا عند السي سبعة، تمام؟ تمام مش هناك المفروض ده هيخرج اللي هو الخمستاشر عند سي، اه تمام هو خرج بقى كام؟ 15. 15 يبقى في حد تاني جاله، اه جاله بقى ازاي؟ 8. 8 امبير. يبقى انت عندك كام وصلة في الدايرة دي؟ اول وصلة اللي هي الايه، ثلاث وصلات طب عد كده، هاتهم من فوق. ايه، ايه دي 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 سي سي. طب وجنبها؟ الوصلة دي، اه يبقى دي 3. تمام طب وجنبها؟ ودي برضو وصلة، يبقى 4 وصلات. تمام تمام، تمام يعني انت قصدك انك بتخلي الطالب بعينيه يبدأ يتخيل المسألة. اه تمام اول حاجة انا هعرف الدائرة بتاعتي فيها كم وصلة. الوصلة نقطة بيخشها تيار يخرج منها نفس التيار، تمام؟ تمام تمام تطبيق قانون كيرشوف الاول، تمام، هو سهل جدا سهل جدا. عايزك تقول لهم وظيفته ايه على فكرة. وظيفة قانون كيرشوف الاول ده، اللي هو اي قانون بقاء الشحنة او قانون حفظ الشحنة، الداخل بيساوي الخارج، بس اهميته وانا بحل المسألة استخدمه في تقليل عدد التيارات. تمام يعني بجمع تقليل عدد التيارات، بجمع كل ما كنت حطيت جوايا في هدف نظري اللي هو اللي داخل قد اللي خارج، لكن في هدف معنوي مهم اللي هو انا شاطر قوي قوي، اشطر واحد فينا اللي هيقدر يقلل عدد التيارات اللي في الدايره. هتقلل عدد التيارات ليه؟ بس بشرط ما يغيبش منك تيار، طبعا بشرط هتجمع الا تفقد جزء من هذا التيار. ده هيقلل عدد المعادلات. لما نقلل عدد المعادلات هيبقى الحل الجبري او بالاله الحاسبه بالنسبه لي سهل. تمام تمام، انا وجهه نظري ان قانون كيرشوف الاول وانا بطبقه هختار طريقه الحل. اه والله، هنحل بقى بكده الاله الحاسبه ولا حل ايه؟ جبري. طبعا ده راح طب تبينه لنا وانت بتحل. استاذن حضرتك، حل الطالب بالآلة الحاسبة في الامتحان عادي ولا لازم عادي يحل عادي معادلات؟ جدا. لا بص، انا بكون المعادلات تمام صحيحه باخد درجه. نحل جبري او نحل بالاله الحاسبه خلاص، ما هيش بقى فرق. انا عندي المساله مثلا عليها 4، انا عندي المعادلات بتاعتي. اهم حاجه اكتب معادلات قانون كيرشوف الثاني صح، اللي هو حفظ مين؟ الطاقه. بس انا وجهة نظري الحل بالمعادلات افضل، لان ممكن يغذي الآلة غلط المسألة لا كلها قدام منه. ماشي، لا بص بس انا برضك، وفي طلبه برضه، في طلبه برضه بتحل جبر غلط. بالعكس، ده هم الطلبه عندهم مشكله الحسابات دي، مشكله صعبه. لكن على فكره، لا بالعكس، لو انا بعرف اخليه يستخدم الاله صح احسن لهم طبعا. تمام اتفضل. طيب حضرتك دلوقتي بنقول ايه، قانون قبل ما نخش على القانون التاني، قانون حفظ الشحنة. يعني يعني ايه حفظ الشحنة يا مستر دلوقتي؟ يعني دلوقتي طالب سألني قال لي يعني ايه حفظ الشحنة؟ اقول له ايه؟ يعني الشحنة تفقد ولا لا تفقد؟ تمام، يعني الشحنة اللي هتمر قد الشحنة اللي هتخرج اه بس في نفس اه الزمن، اه دي ممكن نثبتها رياضيا. بص تمام، الشحنة اللي بتخرج من القطب الموجب بترجع القطب لليقظ السالب السالب، تمام؟ الذي تعانيه هذه الشحنة هو فقد في الشغل مبذول. تمام بس تمام يعني احنا دلوقتي هنفترض بعد انك اذنك عايز تكتب I1 زائد I2 زائد I. اه عاوز اثبتها رياضيا. طيب خلاص، يعني ماشي اوكي، يعني هتعوض عن I بكيو على T. اه تمام اوكي، يعني دلوقتي مثلا لو احنا قلنا ايه، انا عندي I1 زائد I3 هتساوي I2 زائد I4 في اي مسألة. شدر التيار الكهربي عبارة عن اي واحد هتبقى كيو واحد على تي زائد كيو تلاتة
على تي هتساوي كيو 2 على تي زائد كيو 4 على تي. التي لو ضعف. انا جيت ضربت طرفي المعادله كلها في التي او خدت واحد على تي عامل مشترك، يبقى في النهايه اهو هضرب طرفي المعادله في تي، هبص الاقي في النهايه ان كيو 1 زائد كيو 3 هتساوي كيو 2 زائد كيو 4، يبقى الشحنه الداخله هتساوي الشحنه الخارجه. عشان كده بنقول عليه ايه؟ قانون حفظ الشحنه. هي تمام. قصده في نفس الزمن. في نفس الزمن وزمن واحد. بالظبط. تمام، وزمن مرور التيار واحد. تمام. نيجي ننتقل بعد ذلك للقانون الثاني تمام. اللي هو قانون حفظ الطاقه الكهربيه. هنفترض دلوقتي ان احنا عندنا بطاريه. البطاريه بتعمل ايه؟ بتبذل شغل عشان تنقل شحنه كهربيه معينه خلال الدايره، وهي ماشيه في فرق جهد بيقابلها عبر المقاومه، يبقى فرق الجهد شغل مبذول على جزء من الدايره. تمام. وجد عمليا ان مجموع القوى الدفع الكهربيه هيساوي مجموع فروق الجهد. طيب دلوقتي ايه اللي هيحصل؟ البطاريه بتعمل ايه؟ بيحدث فيها تفاعلات كيميائيه زي ما حضرتك تفضلت. التفاعلات الكيميائيه بينتج عنها طاقه كيميائيه، الطاقه الكيميائيه بتتحول لطاقه كهربيه، بتختزنها كل شحنه على هيئه طاقه وضع، نيجي نسحبها او تتحرك عبر المقاومات تتحول مره ثانيه لطاقه حركه، يبقى في النهايه الطاقه الكيميائيه تتحول لطاقه كهربيه ثم طاقه وضع ثم شغل مبذول، ومن ثم نقدر نقول على قانون كيرشوف الثاني بقانون حفظ الطاقه الكهربيه. تمام. ده بمعنى ايه؟ ان انا لو عندي مجموع سيجما في بي هيساوي سيجما اي ار، حيث ان الفي بي اسمها القوة الدفع الكهربية الكلية، اي التيار الكلي، ار المقاومة الكلية، حيث ان اي في ار دي عبارة عن ايه؟ فرق الجهد. يبقى سيجما في بي هتساوي سيجما في، يبقى مجموع القوة الدفع الكهربية هيساوي مجموع فروق الجهد. طبعا لازم نلفت نظر ابنائنا ان القوة الدفع الكهربية عبارة عن ايه؟ هي الشغل الكهربي المبذول لنقل كمية من الكهربية قدرها 1 كولوم خلال الدايرة كلها، بينما فرق الجهد هو الشغل المبذول لنقل كمية من الكهربية قدرها 1 كولوم خلال جزء من الدايرة او خلال مقاومة معينة. طب كويس، القانون ده هو لازم عشان اطبقه لازم اقسم الدايرة لعدة مسارات، مسار A، مسار B، مسار C. الحاجة التانية لازم احدد اتجاهات التيار، التيار هيمشي ازاي سواء كان في اتجاه او في عكس اتجاه حركة عقارب الساعة. الحاجة اللي بعد كده لازم اربطها بقانون كيرشوف الاولاني، لازم اشوف عندي الوصلة اللي حضرتك بتتكلم عليها، اشوف نقطة التفرع واشوف التيار اللي داخل والتيار اللي خارج، وبعد كده اشوف عندي المجاهيل المطلوبة او الموجودة في المعادلة قد ايه او المطلوب مني ايه، وكون عدد معين من المعادلات بيساوي عدد المجاهيل بيساوي عدد التيارات بيساوي عدد التيارات. تمام. اوكي، ورينا مسألة بقى. تمام. والمسألة دي اتوردت في كتاب المدرسة تقريبا، يعني المسألة دي بتقول ايه؟ انا عندي نقطة تفرع اهي قدرها كام هنا؟ هنا في مقاومة وفي هنا بطارية وفي هنا مقاعدة كام وحير. تمام. دي كده كام فولت للقوة الدفع الكهربية؟ 6 فولت. والمقاومة الداخلية 1/10 اوم،
والمقاومة ديت 2 اوم، والمقاومة ديت 5 اوم، والقوة الدفع الكهربية هنا 12 فولت، وديت 3 اوم. تمام، هنسمي هنا نقطة التجمع هنسميها بي. ادي ايه، ادي بي، ادي سي، ادي دي، ادي اي، ادي اف. هنا النقطة او الوصلة بي، في تيار هيخرج منها هنسميه اي 2. تمام، وهنا هيخش لها اي 3، وهيخش لها من الناحية التانية كام، اللي هي عبارة عن اي 1. تمام، يبقى هنا كده خارج منها برضو اي 1، هيمر ويخش في المقاومة التانية. تمام، يبقى هنا خارج وهنا خارج وهنا داخل، يبقى على طول انا عندي مسارين. المسار هو الاتجاهات دي عطاها لك ولا انت اللي جبتها من نفسك؟ مين؟ الاتجاهات اللي انت عملتها بتاعت التيار لا، هو اللي مديها لي. عطاها لك. تمام، انا دلوقتي عندي المقاومة 5 والمقاومة 3 مع البطارية 6 فولت، دي كمسار، وعندي A D E F ده مسار تاني. المسار التاني القوة الدفع الكهربية ب 12 فولت، والمقاومة الداخلية بتساوي 1 اوم. عند التفرع بيه هنلاقي ان شدر التيار الكهربي اي 3 هتساوي شدر التيار الكهربي اي 2 زائد شدر التيار الكهربي اي 1، اللي هي دي هنسمي ليها مستر المعادلة رقم 1. الرسمة كده واضحة ولا رسمة تاني؟ يعني انت قلت الداخل بيساوي الخارج. اه تمام، ده طبقا لقانون كيرشوف الاول. اللي داخل، اللي داخل اي 3. تمام، ومين اللي خارج؟ واللي خارج اي 2 واي 1. انا واضحه كده ولا نرسمها اكبر شويه ولا ايه؟ لا عادي يعني، بس يعني اللي داخل اي كام؟ اللي داخل اي 3، تمام، واللي خارج اي 2 واي 1 عند الوصله بي او تمام. نقطه التفرع بي. يبقى هنا المسار ده هو في نفس اتجاه حركة عقارب الساعة، اتجاه التيار كده. طب هنا في عكس اتجاه حركة عقارب الساعة. تمام كده يا مستر؟ طب هنطبق بقى قانون كيرشوف على المسار الأولاني اللي هو بي. قبل ما نشيل الرسمة، المسار بي سي دي اي بي. تمام، خليه قدامك واكتب المعادله. ما انا احطه قدامي طبعا. لا عشان يبقوا هم شايفينه نفس على نفس طب الوقت. اكتب المعادله فين؟ تحت هنا، تحت هي تحت جنبي. الرسمه. تبقى صغيره، معادله صغيره، ما فيش مشكله. ما هيش كبيره. يبقى انا عندي دلوقتي الستة فولت هتساوي اي 3 5 اي 3، اللي هي دي يا مستر. ايوه، المقاومة 5 والتيار الكهربي 3. هتيجي على المقاومة التانية اللي هي 2، وأنا عندي مقاومة داخلية 1/10، يبقى 2 و1/10 أي 2. هنسمي دي المعادلة رقم 2. تمام، نيجي على المسار اللي بعده اللي هو المسار A B E F A. القوة الدفع الكهربية قدرها كام؟ 12. يبقى الـ12 هتساوي هنا المقاومة الداخلية 1 والمقاومة هنا 3، يبقى 4 اي 1 زائد 5 اي 3. دي المعادلة رقم 3. يبقى انا عندي 3 معادلات بـ3 مجاهيل اقدر اتحرك بقى من خلالهم. يبقى احنا كده نحل هذه المعادلات حلا جبريا. وهنقول ايه بقى؟ هنخلي المعادلة رقم 1 رقم 2 ورقم 3 في هذا الشكل. هنقول 6 فولت
هتساوي 2.1 اي 2 زائد 5 اي 3. دي المعادلة رقم 2، هخلي ال 5 اي 3 في اتجاه يعني في نفس الجانب يعني، والتانية 12 فولت هتساوي 4 اي 1 زائد 5 اي 3. دي المعادلة رقم هو انت 3. لازم تكتب الفولت دي؟ اه عفوا معلش يعني اه المشكلة ماشي ماشي اه ماشي تمام مفيش مشكلة. طيب انت شايف حضرتك بقى يحلها ازاي؟ حل زي ما انت عايز بقى. تمام، احنا ممكن نعمل ايه؟ نشيل الاي واحد ونعوض عنها قيمتها بحيث نخلي المعادلات كلها اي 2 واي 3. تمام يبقى بالتعويض اهو عن قيمة اي واحد من واحد في 3. تمام، يبقى ال 12 هتساوي، هنشيل فولت، هتساوي 4 افتح قوس، الاي واحد هتساوي اهي، اي 2 زائد اي 3، لا اي 3 ناقص اي 2، الاي 1، ها الاي واحد اي هتساوي اي 3 3 ناقص اي ناقص اي 2، 2. تمام يبقى هتساوي اي 3 ناقص اي 2 زائد 5 اي 3، وصف المعادلة دي، يبقى ال 12 هتساوي 4 اي 3 سالب 4 اي 2 زائد 5 اي 3. يبقى انا عندي 5 اي 3 و4 اي 3، يبقى 12 هتساوي 9 اي 3 ناقص 4 اي 2. هنسمي المعادلة دي رقم 4، هتصبح مشابهة للمعادلة التانية، هيبقى فيها اي 2 واي 3، والمعادلة 4 هيبقى فيها اي 2 واي 3. هنعمل ايه بقى؟ هنحط المعادلتين دولت في صفحة تانية عشان خاطر ما نزهقش أبنائنا الطلبة، وهنقول إن الستة هتساوي 5 اي 3 زائد 2.1 اي 2، دي دي المعادلة 2. المعادلة 4 12 هتساوي 9 اي 3 سالب 4 اي 2، دي المعادلة رقم 4. هنعمل ايه بقى؟ احنا عاوزين مثلا نتخلص من اي 2، هضرب المعادلة 4 في 2.1، وهضرب المعادلة 2 في 4. تمام، يبقى بضرب المعادلة 2 في 4 واتنين، هنضرب المعادلة 2 في 4 والمعادلة 4 في 2.1، هتصبح المعادلة 2 الستة في 2.1 بكام؟ أو لو هنضربها في هضرب 4، في 4 في 6 4. ب 24، هنضرب المعادلة 2 في 4، يبقى 4 في 6 ب 24 هتساوي 4 في 5 ب 20، يبقى 20 اي 3. 4 في 2.1 8 و4 من 10. تمام، 8 و4 من 10 يبقى زائد 8 و4 من 10 اي 2. تمام، دي هنسميها المعادلة رقم 5، ولا ما نسميهاش بقى مش مشكلة، زي ما انت عايز. مش فارقة. طيب هنيجي بقى نضرب المعادلة التانية اللي هي رقم 4، هنضربها في 2.1. 12 في 2.1 بكام؟ هتساوي
25 و2، يبقى 25 و2 من 10 هتساوي 9 في 2 و1 18 و9 من 10 كم؟ 18 و9. 18 و9. ممتاز شاطر انا في الحساب. انت ممتاز يا مستر. 18 و9 من 10 اي 3 اي 3 تمام. سالب 2 2 و1 في 4 يبقى سالب نفس الرقم اللي فوق 8 و4 من 10 اي 2. واروح جمع المعادلتين هبص الاقي ايه اللي حصل. 8 و4 هتروح مع 8 و4 واروح جمع جمع جبري. 24 و25 و2 هتبقى 49 و2 من 10. والتانية 20 و18 و9 من 10 يبقى 38 و9 من 10 اي 3. هبص الاقي ان الاي 3 هتساوي كام؟ 49 و2 على 38 و9 من 10 يبقى 49 و2 من 10 على 38 و9 من 10 يطلع الناتج كام؟ 49 علامة 2 على 38 و9 من 10 يبقى 1 وكام؟ 1 و2 من 10 1 واحد و264 من 1000. 1 و264 من 1000 أمبير. ده التيار التالت. تمام. طيب نقدر يا مستر نجيب التيار التاني؟ عوض فيها واحدة. نعوض في معادلة. تمام أهو. يبقى أنا عندي المعادلة اللي هي بتقول إحنا هنجيب كام اتنين؟ الأي اتنين. يبقى بما أن أي معادلة بقى، المعادلة رقم اتنين، الستة هتساوي 2 و1 اي 2 زائد 5 اي 3. مفيش مشكلة. يبقى الستة هتساوي 2 و1 اي 2 زائد 5 في كام؟ الاي 3 اللي هي طلعت 1 2 6 4. يبقى ديت في 5 في 5 يطلع الناتج كام؟ 6 و32 أو 323 زائد 2 و1 أي 2 هتساوي 6. تيجي لما نبقى إشارة مخالفة يبقى الأي 2 هتساوي 6 و323 من 1000 ناقص 6 هيبقى لنا كام؟ سالب 323 على 2 و1. يبقى الرقم اللي طلع ده هنقسمه على 2 و1 تمام على 2 و1 من 10 يطلع الناتج كام؟ سالب 0.154 امبير. يبقى التيار الكهربي طلع معايا بالسالب، او شده التيار الكهربي طلعت معايا بالسالب. ده معناه ايه؟ ان انا الفرد اللي انا فرضه في الاتجاه المضاد. تمام؟ يبقى انا كده جبت الاي 2 وجبت الاي 3. لا دي معناها ان اتجاه اي 2 بس. تمام. اتجاه اي 2 بس هو اللي عكس الرسم. تمام. لكن اي 3 كان مظبوط. صحيح. اه تمام. يبقى انا بس بكده ركز على نقول له فقط قيمه اي 2 بتساوي الرقم ده تقريبا 145 1000 بقى كام؟ 100 كام اي 2؟ اي 2 طالع كام يا مستر سعد؟ سالب 0.154 من 1000. يبقى نقول له اي 2 قيمته 154 من 1000 تمام؟ تمام. ولكن اتجاهه الصحيح عكس الرسم، عكس الرسم، عكس اللي احنا فرضينه. لازم يعني نكتب الكلمه ده. تمام تمام تمام. طيب نيجي بقى نجيب مين؟ الاي 1. احنا قلنا ايه اهو؟ يبقى احنا دلوقتي عندنا عشان ما نتوهش الاي 2
هتساوي سالب 1.54 امبير، دي الاي 2، والاي 3 بتساوي 1.264 امبير. واحنا قلنا في الاول ايه؟ ان الاي 3 بتساوي مين؟ بتساوي اي 2 زائد اي 1. اعوض عن قيمه اي 3 بواحد 2.64، والاي 2 بسالب 0.154 زائد اي 1. اودي لما ترى اشاره مخالفه اقدر اجيب اي 1 هيساوي كام امبير. هيساوي طلعه هيساوي كام كده؟ هيساوي اهو، هيروح لما ترى اشاره مخالفه، يبقى زائد 1 علامه 2.64، 1.418 امبير. طيب طلعت اشاره موجب ولا سالب؟ موجب. حلو زي الفل. يبقى كده كان اتجاه اي 1 صح، كان اتجاه اي 1 صحيح، تمام، كان اتجاه اي 3 صحيح، الخطا كان اتجاه مين؟ اي 2. يبقى عكس الاتجاه. دلوقتي انا حليت المساله وطلعت اي 1، طلعت اي 2، طلعت اي 3، تمام. انا عايز اعرف وانا قاعد في اللجنه حليت صح ولا غلط، تمام، اتصرف ازاي؟ اجمع التيارات اشوف التيار اللي داخل قد اللي خارج. طيب ما انا من اللي اول خالص كنت انا عامل كده، يعني احنا عايزين نعرفهم حليت المساله ازاي اعرف انا صح ولا خطا. هات لي بقى الرسمه، الرسمه الرسم الدايره اصليه خالص. تمام، اهي يا مستر، حطها قدامنا بقى كده اهي. الرسمه دي مهمه قوي بالنسبه ليا كطالب او كمدرس بحل بقى المساله، ويا ريت كلنا نعمل كده. يا ريت لو احنا اتحققنا من حل المساله بعد ما حلناها هنزود مفهوم القوانين دي جوه دماغ الطلبه بتاعتنا. حدد لي بقى على الرسمه دي، تمام، شايف انت كاتب فوق اي بي سي دي ولا ايه؟ اي بي سي دي اي اف، تمام، قولهم تاني بالراحه كده. اي ايوه بي، استنى بقى، انزل تحت البي، تحت ايه؟ شكرا، تحت البي. طب عموما احنا كده ايه، وصلنا لنهايه الحلقه، وكانت حلقه جميله وحلقه كده حلوه، يعني نشكر مستر سعد على كده مجهوده، والى اللقاء في حلقه جديده حالا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اوكي اعزائي، اهلا بيكم، رجعنا بعد الفاصل ونواصل مع مستر سعد في مساله جديده على مسائل كيرشوف. اللي انا كنت بقوله قبل الفاصل بتاعنا ده، ايه يا مستر مره تانيه، ماشي اوكي تمام، ان احنا عايزين نعرف حلنا صح ولا حلنا خطا. تمام حط لي بقى زي احنا ما اتفقنا عند نقطه بي، والنقطه اللي تحتها دي صح كده، النقطه اهي، ايوه دي كام، دي بي، واللي تحتيها اي اي، تمام. قول لي المقامة دي قيمتها كام؟ 5 اوم. تيارها كام؟ اي 3. اي 3 بشوفه كده كام؟ تيار اي 3 كان 1 واحد و264. اضرب 1 و264 في 5. 1 264 في 5. 264 في 5. تمام. يطلع الناتج 6.32. تمام، 6.32. تمام. المفروض فرق ده، فرق الجهد ده اللي هو بين البي والاي، تمام، اللي هو اي ار بينهما، ده المفروض يساوي جهد على يمينها والجهد على شمالها. لو طلع الجهد يمينها قد الجهد شمالها يبقى انا حل صح. تمام، يعني اضرب الاي واحد، تمام، في 3. ماشي، الاي واحد طلع بكام؟ بواحد وربعمائة وتمنتاشر. اضربها كده، واحد وربعمائة وتمنتاشر في 3، تمام،
4 و 254 أربعة وكم؟ و 254. شوف اللي قوة دفع البطارية دي كام؟ 12. اتجاه القوة الدافعة دي مع جهد المقاومة ولا عكسه؟ مع جهد المقاومة العكس ولا عكسه؟ طيب اطرحهم من بعض. يبقى ناقص 12، 7 و7. ودوكت كان هو طالع كام؟ أني اللي هو جهد بين إيه ودي؟ الجهد بين بي وإيه كان طالع كام؟ بين بي وإيه؟ كان اللي هو كان طالع حاسس ضرب 6 و 3 و 32%. المفروض الجهدين دولت يبقوا قد بقى بعضيهم. تمام؟ فأنا عايزك تحل بقى مسألة جديدة، وخلي أنت بالك من حاجة، اسمعني والنبي. البطارية ديت كان لها مقاومة داخلية ولا لأ؟ واحد. واحد، حلو، واحد، صح؟ وكان فيه مقاومة قدرها كام؟ 3. 3. اجمع واحد زائد 3 عشان خاطري. يبقى 4. 4. اضرب الأربعة في تيار اي 3. 4 في تيار اي 3 ولا في تيار في اي 1؟ اللي هو مشي فيهم اسمه اي كام؟ اي 1 ده اللي هو. اضرب بقى 4 في اي 1. 4 4 في اي 1 اللي هو 1 و 18. بالظبط. خمسة وستمائة وسبعين. انت قلت ده عكس اتجاه البطارية. تمام. يبقى اطرحهم من كام؟ من 12. يشوف الباقي كام. اعمل 12 ناقص. تمام. طلع كام؟ طلع زي دوكا بالظبط. شكرا. ده مهم جدا. ده على فكرة مهم جدا يا جماعة. ارجو والله لكل الطلبة ولكل زمايلي اساتذتي كلكم اساتذة. لو علمت الطالب كده هيرتاح. على فكرة بقى، انا لو جبت جهد بين بي وايه ده صحيح؟ تمام. بين بي ودي؟ فين شايفه؟ لا، بين بي وايه؟ بين بي وايه بقى؟ تمام، ما انا قلت كده بين بي وايه؟ لو انا جبته صحيح عادي، انا مالش، انا محتاج احل بقى المسألة. تمام، خلي بالك معايا، تعالى بقى على يمينها. على يمينها. ايوه. يبقى هنا 5 في اي 3. نشوف الجهد كام. بس انت عارف المقاومه كام؟ المقاومه 2 و1 من 10. وعليها اللي عليها مش فيه مقاومه داخليه. ما هو 2 ما هي 1 من 10 والمقاومه الثانيه 2 اللي فوق. يا مستر على الرسمه بالظبط. اللي فوق 2 والثانيه 2 و1 من 10. تمام. يبقى نضرب 2 1 من 10 في التيار الكهربي اللي هو الثاني اللي هو 154 من 1000. اضربهم. تمام. يبقى 2 و1 في 0.154 هيطلع الناتج 0.323. ده فرق الجهد. تمام. اللي هو في المقاومة اللي هي 2. تمام. القوة الدفع الكهربية ب6 والتانية، واخد بالك يا مستر؟ وفرق الجهد بين الطرف بي واي حسبناها 6 و32. يبقى الفرق بينهم تقريبا يطلع نفس النتيجة. كام طلع؟ كام استفاد يعني؟ اطرحها يعني؟ طلع الجهد كام؟ انهي جهد؟ جهد المقاومة اللي هي عندك مقاومة 2 و1 من 10. جهدها طلع 3 323 من 1000. 323 من 1000. تمام، فولت. تمام. وجهد بقى البطارية كام؟ وجهد البطارية 6. ستة. وانا عندي الجهد اللي هو من بي ال سي حسبناها 6 و32. انا عايزك بقى تعلمهم حاجة، يعني هو احنا مرة طرحنا البطارية ومرة جمعناها ليه؟ ما هنا برضو عشان يعني في اتجاه عكس اتجاه. ازاي يعني؟ لو كانت ازاي مثلا الجهد في عكس ال عرف ازاي؟ عرف ازاي من الرسمة يا مستر؟ طب ازاي؟ ما هو دلوقتي التيار ماشي من البطارية من الموجب للسالب كده، واخد بال سيادتك؟ ده ماشي في الاتجاه المضاد. تمام. هنا خلي بالك، هنا الجهد في نفس اتجاه التيار، يبقى هما هنا الاثنين في نفس الاتجاه، عشان كده جمعنا. يعني في التفرع اللي هو البي سي دي اي البطاريه في نفس حركتها في نفس اتجاه الجهد، عشان كده جمعنا وطلع الناتج بالظبط. جمعت ايه؟ ايه بقى مع ايه؟ اللي هو الجهد والقوة الدفع الكهربيه. تمام. لكن هنا طرحنا عشان خاطر هنا الجهد عكس القوة الدفع الكهربائية البطارية. الجهد
عكس القوى الدافعه طب الكهربائيه. عرفت مين القوة العكس بقى؟ ما هو العكس من الرسمه يا مستر، ما حسبناها وطرحناها وطلع الناتج. يبقى احنا دلوقتي حضرتك عاوز تقول ان في كل مسار لو طلع الجهد بتاع التفرعات بيساوي القوة الدافعة او الجهود متساوية، يبقى الحل بتاعي صح. مش ده حضرتك تقصده ولا تقصد حاجة تانية؟ ماشي. حل واحدة تانية تمام، اعتقد كده بقى المسألة دي مظبوطة زي ما حضرتك إن كنت. شاء الله. تمام. طب نشوف مسألة تانية برضو وردت في كتاب المدرسة. انا عارف ان انت حضرتك بتحب كتاب المدرسة. لا، حل واحدة تطلع عددها الأول صحيح، اعدادها حل التانية عدد صحيح. المسألة ديت ماشي. عدد صحيح طبعا. طيب في مسألة كده بسيطة برضو، مش صعبة ولا حاجة، وإن شاء الله بأمر الله مبقاش حاجة صعبة. الدايرة دي بتقول إيه؟ عندنا جزء من دايرة، عشان برضو نتكلم علميا صح، إحنا عندنا جزء من دايرة ده 4، والبطارية في بطارية تانية، وفي هنا تيار هنا، دي كام؟ هنسمي ديت مثلا نقطة A وديت B وديت C وديت D. المقاومة ديت 4 أوم، والقوة الدافعة الكهربائية البطارية 4 فولت، والمقاومة دهيت 5 أوم، والقوة الدافعة الكهربية للبطارية التانية ب12 فولت. تمام، والمقاومة ديت ب2 أوم. يبقى أنا عندي المقاومات 5 و4 و2 أوم، والقوة الدافعة الكهربية للأولى 4 وللتانية 12 فولت. تمام، هنا التيار خارج، التيار اللي خارج قدره 3 أمبير، واللي داخل برضه 3 أمبير. هيجي عند النقطة ديت وهيتفرع، هيتفرع هنا لآي 1، وهيتفرع هنا لآي 2. تمام، نيجي بقى يا مستر من التفرع ده، هنقول إن عند النقطة سي اللي هي الوصلة اللي حضرتك تقصدها، إن آي 1 زائد آي 2 هتساوي 3 أمبير، لأن التجمع. تمام كده، يبقى احنا عندنا اول معادله هنقول طبقا لقانون كيرشوف الاولاني، ان احنا عندنا اي واحد زائد اي 2 هتساوي 3 امبير. هنسمي ديت المعادله رقم 1. تمام، ونيجي نطبق مسار التيار. هو التيار ماشي ازاي؟ التيار ماشي كده هيلف، يبقى هنفترض ان اتجاه التيار في نفس اتجاه حركة عقارب الساعة. كده في نفس ولا عكس؟ لا، في عكس اتجاه حركة عقارب الساعة. تمام، ونيجي بقى نشوف واحدة واحدة كده يا مستر، نكون المعادلات بتاعتنا. يبقى احنا المفروض يبقى عندنا كام معادلة؟ احنا عندنا كام مجهول؟ مجهولين، اللي هو الاي واحد والاي اتنين، لان احنا عاوزين نحسب التيار اللي هيمر، اللي هو مقداره اي 1 هيبقى كام، اي 1 يبقى كام، واي 2 هيبقى كام. طيب نيجي نبص على المسار، او هنطبق قانون كيرشوف على المسار A B C D، وهنقول بتطبيق قانون كيرشوف الثاني على المسار A B C دي ايه، وهنقول ايه بقى؟ ان سيجما في بي لازم تساوي سيجما اي ار او سيجما في. ده معناه ايه بقى؟ ان احنا لو جينا جمعنا القوة الدافعة الكهربية هنا، القوتين او البطاريتين الموجب بالسالب، يبقى هنا مش هطرح، يبقى هو القوة الدافعة الكهربائية الاولى ب12 زائد القوة الدافعة الكهربائية الثانية ب4 هتساوي التيار اللي هو اي 3 هيمر في مقاومة قدرها كام؟ 4 و5 9،
يبقى 4 زائد 5 مضروبة في اي 3. وهنلاحظ ان الاي 2 اتجاهه عكس اتجاه اي 3. ده معناه ايه؟ ان يبقى الاي 2 بالسالب يبقى 2 اي 2. دي هنسميها المعادلة رقم 2. تمام؟ يبقى 4 و12 هيبقى 16، هتساوي 9 اي 3 ناقص 2 اي 2. هنسمي دي المعادلة رقم 2. كويس، عندي معادلة في مجهولين. من المعادلة الأولى أقدر أحسب مين؟ أنا ما عنديش أصلا اي 3. اي 3 ديت اللي هي الاي 1. احنا كده يعني هن 4 و5 دي اي 1، معلش دي اي 1 ودي كده اي 1. انت عارف عشان احنا بصناش على الرسمه، يعني مهم جدا وانا بعمل معادلات تبقى الرسمه قدامي. اه تمام، ولذلك يا ريت دايما المعادلات تحت الرسم. ما هو الورقه ما بتقضيش. طيب يبقى احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ هنشيل الاي 1 ونعوض عنها، او نشيل الاي 2 ونعوض عنها. يبقى احنا دلوقتي دي 16 هتساوي 9 اي 1 ناقص 2. الاي 2 هتساوي كام؟ هتساوي 3 ناقص اي 1. حلو، يبقى كده عندنا 16 هتساوي 9 اي 1 ناقص 2 في 3 ب6 ناقص سالب في سالب بموجب، يبقى هنا 6 زائد 2 اي 2، يبقى المعادلة هيصبح شكلها كالتالي: 16 هتساوي 9 اي 1 سالب 6 2 و9 يبقى كام؟ اهي نكتبها مرة تانية، زائد 2 اي 2. تمام، ودي كده اي 1 مش اي 2. تمام، يبقى احنا عندنا 16 هتساوي 9 اي 1 و2 هيبقى 11، 11 اي 1. تمام، وهنا سالب 6، سالب 6 روح لما التانية، يبقى 22 هتساوي 11 اي 1. يبقى الاي 1 هتساوي 22 على 11 هتساوي 2 امبير. يبقى بلمح البصر او بمجرد النظر جبت الاي 2 او الاي 1 ب2 والتانية ب3، يبقى على طول الاي 2 هتساوي 1 امبير. تمام، هات رسم الاسطيه بقى وشوف ان حليت صح ولا غلط. تمام، نرجع تاني. احنا قلنا ايه؟ ان الاي 1 ب2 امبير. اي 1 ب2 ولا ب1؟ اي 2 ب1 واي 1 اللي ب2. تمام، يبقى دي كده ب2 امبير. يبقى انا كده قدرت احسب شدة التيار المار في كل فرع. طيب انا عندي الجهد بتاع المقاومات دي، انا عندي كام مقاومة؟ 4 و5، يبقى 9 اوم. 9 في 2 ب18. تمام، وهنا القوة الدفع الكهربية كام؟ 16. طيب وهنا الجهد هنا كام؟ ب2، التيار الكهربي ب2، وهنا المقاومة ب2، يبقى الجهد ب4. انت معايا يا مستر كده ولا مش معايا؟ معاك معاك. يبقى كده الجهد اللي تحت بتاع المقاومة 2 4، والجهد هنا بكام؟ 5 و4 9. احنا كده في حاجة مش صح. في واحد الاي 1 بكام؟ لا هو الاي مظبوط، هو في 1 ب2 وفي 1 ب1 مظبوط، ما هو التيار اللي داخل 3 يبقى فيهم واحد. ما هو ما انت كاتب اهو 1 ب1 والتاني ب2. انت على مهلك، بس انت كاتب اي 2 بكام؟ اي 2 اهي، اي 2 هي اللي ب1. تمام، يبقى دي كده ب1. اي كده ب1. كده ب1 ودي ب2. تمام،
طيب يبقى احنا دلوقتي عندنا المقاومات هنا 5 4 و5 9، والتيار اللي ماشي فيهم كام؟ 2. يبقى 2 في 9 ب 18. كويس. والقوة الدفع الكهربية يبقى احنا هنسمي مثلا V1 ب 18 فولت. طيب والقوة الدفع الكهربية كام؟ ب 16. ال VB ب 16 فولت. طيب هنا التيار الكهربي بواحد امبير والمقاومة باتنين، يبقى الجهد التالت او الجهد التاني هيساوي 2 فولت. تمام. يبقى انا دلوقتي عندي 18 الجهد الاولاني، والتاني 2، والتاني 16، يبقى الفرق بينهم كام؟ متساوي. انت معايا يا مستر؟ يبقى الجهد الاولاني ده كده ماشي في هذا الاتجاه، وانا عندي ده التيار رقم 2 احنا خدناه بالاشارة السالب لان الجهد بتاعه في الاتجاه المعاكس، يبقى هطرح هيطلع فرق الجهد متساوي. هتطرح مين من مين؟ نعم. بس يا مستر سعد، والنبي خليك في المسار اللي فوق، نهدى كده. يا سلام يا سلام يا سلام لو وصلتهم، يا ريت. شوف البطارية اللي فوق على ايدك اليمين اللي هي ال 12 فولت. شكرا. شوف البطارية اللي على ايدك الشمال ب 4 فولت. على مهلك بقى. تمام. اتجاه جهد البطارية، اتجاه جهد البطارية الأولى تمام، اللي هي قيمتها كام؟ 12. حلو. والتانية قيمتها كام؟ 4. دول مع بعض في اتجاه الجهد ولا لأ؟ تمام. في اتجاه الجهد الأولاني ده اهو. لا، مفيش الأول جهد على فكرة. يعني جهد البطارية الأولى في اتجاه جهد البطارية التانية. حلو كده؟ تمام. مجموعهم كام؟ 16. حلو. شايف المقاومة اللي بين البطاريتين؟ اللي هي الخمسة. 5. تمام. وشايف المقاومة اللي بعديها؟ ب 4. ب 4. مش مر فيهم نفس التيار؟ اللي هو 2 امبير. شكرا. تمام. اتجاه جهد المقاومة 5 شايفه؟ ده عكس اتجاه جهد البطارية. تمام. واتجاه جهد المقاومة اللي بعدها كام؟ 4. 4. عكس اتجاه جهد البطارية. حلو. تمام. جهد المقاومة 5 بكام؟ لوحده ايوه. ب 10. وجهد المقاومة 4 كام؟ ب 8. مجموعهم كام؟ 18. جهدهم دول عكس جهد البطاريتين. تمام. البطاريتين جهدهم كام؟ 16. يبقى الفرق بينهم 2. 2. انزل تحت بقى. تمام. المقاومة اللي تحت كام؟ 2. وتيارها كام؟ 1. شكرا. بقى الجهد فوق قد الجهد تحت. تمام. وصل؟ اه. يبقى شاطر جدا نعلم الطالب اتجاه جهد البطارية واتجاه جهد المقاومة. شايف انت الفرع اللي فوق ده اللي من ايه؟ يعني قول معاه نقطة ايه من تحت؟ A ايه؟ لبي بي. كمل. او من بي كمل ل كمل. لا مستر سعد، هاتها من تحت لو سمحت. دي لا 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 لا، هاتها من على اليمين تحت يا ريس. من على ودي اليمين، ايدك اليمين انت لو سمحت. ايدك. ايوه. سي. اقرا كده بقى. سي. كمل. سي بي اي دي. شكرا. عايزكو تجيبوا فرق الجهد بين هاتين النقطتين. النقطتين دولت فيهم بطاريتين وفيهم مقاومتين. فيهم ايه بقى؟ بطاريتين وفيهم مقاومتين. اتجاه جهد البطاريتين مع بعض، واتجاه جهد المقاومتين مع بعض، وجهد البطاريتين عكس جهد مين؟ المقاومات. طلع فرق الجهد في هذا المسار 2. تمام. شكرا. وتحت المسار كام؟ 2. شكرا. يبقى انا كده حل صح. تمام. تمام. لكن انت حضرتك يعني اشتغلت ازاي؟ ان الجهد هنا قد الجهد هنا. لا، انا عايزه يعمل العكس. انا عندي مسار. تمام. انت قلت دي مش كانت اللي تحت دي؟ تمام. اللي بعدها كانت فوق. ايه؟ هات الرسمه تاني. دي اهي. حط. مش معاه بقى، مش معاه النبي. من على اليمين. من على اليمين يا مستر. سي بقى يا مستر. سي بي. كمل. سي بي اي دي. سي بي اي دي. تمام. صح. تمام. المفروض نجيب فرق الجهد بين هاتين النقطتين. ماشي بقى حضر. مالكش دعوه باللي تحت بقى خالص. تمام. ما هو اللي تحت ده فرع لوحده، مالكش دعوه فيه. المفروض فرق الجهد في الفرع اللي فوق قد اللي تحت. فرق الجهد في كده الفرع اللي تحت. سهله جدا بقى على فكره. يبقى انا لازم اعلمه
ازاي احدد اتجاه جهد البطاريه وازاي احدد اتجاه جهد المقاومه، ازاي احدد جهد المقاومة. اتجاه جهد البطاريه واتجاه جهد بقى المقاومه. انت هتقول له اتجاه جهد البطاريه منين؟ من الموجب. لا، من السالب للموجب بتاعها. تمام. اعمل بقى شرطه عشان خاطر اعمل شرطه يحدد اتجاه جهد البطاريه الاولى اتجاه جهد البطارية من اهو السالب للموجب. ايوه شكرا. روح على الثانيه. في نفس الاتجاه. شكرا بقى. تعالى بقى اتجاه جهد المقاومه عكس تيارها. تمام. تيارها ماشي ازاي؟ ماشي نحو اليسار اللي خلاص هي جهدها كده. شكرا. والتانية زيها. جهدها كده خلاص ممتاز. كده بانت خالص يا جدعان. مش محتاجه. وعلى فكره على فكره محدش يزعل، اللي اتعلم كده حل مساله السنه اللي فاتت بنظره عينه. ماشي مع الجهد اهو. انا كده ماشي مع الجهد. بص بقى في كده المسار اللي فوق. تمام. بص له فوق بقى. مش جهد جهد البطاريه الاولى في نفس جهد البطاريه الثانيه؟ ابقى جمع جمعتهم صح كده. طب جهد المقاومتين في نفس الاتجاه مع بعضهم، بس جهد البطاريات عكس جهد المقاومات. تمام. طلع جهد البطاريات 16 صح، او جهد وطلع جهد المقاومات 18. تمام. دول مع بعض ولا عكس بعض؟ لعكس بعض. يبقى الفرق بينهم اتنين. تمام. انظر اسفل يا فتى، انظر الى اسفل يا فتى. انت عندك بقى شوف النقطه سي والنقطه مين يا مستر سعد؟ النقطة دي شكرا. بس بينهم ايه؟ المقاومة اتنين. واحدة قيمتها كام؟ 2 اوم. وتيارها؟ واحد. شكرا. يبقى فرق الجهد فوق قد فرق الجهد تحت. قول لي بقى ليه؟ نعم. قول لي ليه؟ ما طبعا لازم الجهد متساوي. ابدا يا مستر سعد، عشان ده توصيل توازي. تمام. شايف كده ايه؟ تمام تمام. يبقى فرق الجهد فوق بيساوي فرق ايه؟ الجهد. ما هو تحت. انا اقصد يا مستر ان عندي المقاومات في الفرع اي بي الجهد فوق هيساوي الجهد تحت، لان الفرع اللي فوق بيوازي الفرع اللي تحت، كانهم مقاومه مقاومتين متصلتين على التوازي. ماشي. تمام. خلي بالك معايا من بقى حاجه مهمه. مش احنا قلنا فرق الجهد فوق 2؟ تمام. فرق الجهد تحت كام؟ 2. 2 صح كده. حدد لي بقى اتجاه جهد المقاومه اللي تحت. ما هو اتجاه جهد المقاومه اللي تحت. ايوه تمام. هيبقى في الاتجاه ده كده. ليه؟ في عكس، مع عكس عفوا، يا عم، في عكس اتجاه التيار. صح كده. التيار ماشي في هذا الاتجاه. ايوه. هيبقى الجهد في هذا الاتجاه. شكرا. وصل. طب والاتنين فولت كمحصله كان في انه اتجاه؟ في نفس الاتجاه. لا، في اتجاه مضاد على فكره. ما هو يا مستر البطاريات جهدها كده. اما خلصنا بقى، احنا جبنا الجهد المحصل يا مستر اتنين. سعد اتنين. تمام. قول لي بقى الاتنين اتجاههم تمنين لمنين؟ ما هو عكس اتجاه البطاريات يعني. من ايه لبي. شكرا. من صح. ايه؟ ودوكم اتجاهها منين؟ ودوكم اتجاههم من دي لسي. هيبقوا كده مع بعض ولا عكس بعض؟ هيتقابلوا في نقطة واحدة يبقى عكس بعض. عكس بعض. دي 2 فولت ودي 2 فولت، مجموعهم كام الجبري؟ صفر. شكرا. والمجموع الجبري لفروق الجهد في المسار المغلق بيساوي صفر. تمام. بس تمام. دي الفكرة كلها. تمام. يبقى ايه اللي انا استفاده؟ يعني انا اعلم الطالب بتاعي ايه؟ نقول له يا ابني البطاريه لها جهد والمقاومه لها جهد، دايما اتجاه الجهد من النقطه الاقل جهد للنقطه الاعلى جهد. تمام. مين اتجاه الجهد؟ تمام. من الاعلى للاقل. لا، من اتجاه الجهد من النقطه الاقل جهد للنقطه الاعلى. تمام تمام. لكن التيار بيمشي من اعلى جهد للاقل جهد. خلاص. تمام. اتجاه الجهد من النقطة الأقل جهد للنقطة الأعلى جهد، يبقى أصبح اتجاه الجهد عكس اتجاه تيار المقاومة. تمام. خلاص كده. تمام. ومن مبدأ إن اتجاه الجهد من الجهد الأقل للجهد الأكبر، يبقى اتجاه جهد البطارية من السالب للموجب. تمام. لو أنا بقى شاطر وعايز أبقى كويس، عشان عايزين نحلوا المسألة اللي جاية بقى كده، ان برسم الرسمه قدامي، ان انا بكبر الرسمه، ان بشوف اتجاه التيار، بحدد اتجاه جهد البطاريه، وحدد اتجاه جهد الايه؟ المقاومه. يبقى انا وجهه نظري، وارجو نكون اتعلمنا من درس مساله 2016 بتاعت العام الماضي. طبعا طبعا. اعتقد تتحل بسطر ولا انت؟ تمام. اتحل بسطر عن طريق مين؟ الجهد. ان اتجاه الجهد مهم، اتجاه جهد البطارية
من القطب السالب للقطب الموجب بتاعها، واتجاه جهد المقاومة عكس اتجاه تيارها. هي تمام. كانت فعلا كانت عامله مصارعة حديث بين ابناء اخواننا الزملاء، كنت في التصحيح وشايف. لا قول انت، قول انت، يعني قول انا حصل كان معظم المدرسين بيسالوا اسأله. ازاي، يقول لك يعني لا، الجهد بتاع البطاريه زي جهد المقاومه، الاثنين طبعا في نفس الاتجاه. ده صح. لا معلش، انا اسف بقى، يعني انت اصلا حضرتك اولا، يعني هل هو كان مثلا متفق ان اسف ان انت رح تيجي النهارده؟ لا تمام. هل انا جبت سيره الكلام ده معاك؟ لا ما حدث السنه اللي فاتت، اللي عايز يزعل يزعل بقى يا اخوانا، انا زهقت، ازعل براحتك. قلنا في مدرسه على الهوا في منتهى الخطوره اللي في الدنيا انك ما تعلمش الطالب بتاعك اتجاه جهد البطاريه واتجاه جهد المقاومه. ولذلك انت دلوقتي شهاده حق، ربنا اللي بقى اراد، ربنا اللي اراد ان انت قلت كان في زملاء كتير جدا. مستغربين ازاي يبقى اتجاه الجهد. انا مالي بقى، انا بعلمك يا ابني، بعلمك يا ابني مدرسه، وهاتوا حالات مدرسه على الهوا كلها، احنا دايما ماشيين في مدرسه على الهوا يا مستر سعد، بنحدد اتجاه جهد البطاريه، بنحدد اتجاه جهد الايه؟ المقاومة. اتجاه جهد البطاريه من القطب السالب للقطب الموجب بتاعها، تمام. واتجاه جهد المقاومه من عكس اتجاه تيارها، يبقى قد تصادف ويبقى اتجاه جهد المقاومه مع اتجاه جهد البطاريه عادي. عادي، وممكن يبقى اتجاه جهد البطاريه عكس اتجاه جهد الايه؟ تمام. المقاومه. يعني انت قلت بنفسك ان زملاء ده ايه؟ كان على فكرة كان عامل مشكلة كبيرة، كانت عامله ايه؟ مشكلة كبيرة جدا، ايه بقى، ايه بقى وكانت الناس المشكله؟ بتتخانق مع بعضيها، وفي تعارض، وفي يعني انا ما اعرفش بقى، يعني زملائنا دولت ما يعني ما درسوهاش ما درسوهاش ما اعرفش. بص، زملائنا كلهم محترمين وكلهم شطار والحمد لله تمام، بس المشكله ايه بقى؟ ازاي ان انا كمدرس انا ببحث عن وسيله للتفهيم لطالب صغير في السن، ولا انا اعرف حل مساله واجح اللي قدامه؟ طبعا لا ده اعرف غلط طبعا. الوسيلة طبعا. انا ببحث، انا كمدرس في مدرسه على الهوا، انا ببحث كوسيله ان نفهم طالب صغير، فدي اسلم وسيله لايه؟ التفهيم. لعلمك الخاص بقى كده، في طلبه حلتها، وممكن قابلكم في كده الحاله دي. قابلنا، انا كنت براجع، كنت براجع على كذا محافظة، الحمد لله على كذا ايه؟ محافظة. حلو، كنت مراجع على كذا محافظه، مفيش طلبه لقيتهم حلينها في نص سطر في ومطلعين صح. دول طبقوا اللي احنا بقولناه، ان انت بتشوف مسار، يعني الجهد فوق يا مستر سعد قد الجهد تحت. والله يعني لو شفت المسار، الجهد فوق قد الجهد اللي تحت، صح كده؟ تمام. المساله اللي انت راسمها دي، اللي انت راسمها دلوقتي، انا طبعا ما اعرفش انا مصدرها ايه تمام. دلوقتي، بس اللي افهمه ان ده واحد بيحط مساله زي مساله السنه اللي فاتت، بس هو غير فيها حته، ما حطش مقامه بره. بس مساله السنه اللي فاتت كان في مقامه بره المسار، مقامه بره المسار من ناحيه دي، يبقى هو اذا مهم جدا ان اعرف الطالب بتاعي اتجاه جهد البطاريه من القطب السالب للقطب الموجب. الموجب، تمام تمام، واتجاه جهد المقاومه عكس اتجاه تيارها. تمام اشطر واحد فيكم، بص، اكتر واحد مدرس فينا موفق، كلنا مدرسين شطار يعني كلهم، انا كاخر واحد، انا اسف كده الكلمه، كلهم لا أساتذتنا لا لا، يعني كل زمايلنا شطار وكلهم ممتازين، كلهم مخلصين، ولكن انا من وجهه نظري انا الحل قانون كرشوف بهذه الطريقه فقط يجب ان يكون، تمام، ان انا بوريه المسار، قول له حدد اتجاه جهد البطاريات اللي فيه، اتجاه جهد المقاومات اللي فيه، وببساطه المجموع الجبري لفروق الجهد بيساوي صفر. تمام. في بقى منطق مهم جدا لقانون كرشوف يا مستر سعد، ايه رايك؟ تمام المنطق ده مهم قوي. تمام للمنطوق التاني بالذات. اللي هو قانون حفظ الطاقة الكهربية. يعني فيه منطوق مهم جدا لهذا القانون على فكرة. احنا طبعا انت عارف انني اللي حط الامتحان ما جملتوش. لا جملته، لا وانت عارف ان انا عارف واصحاب، صح؟ صح. تمام. بس انا مانيش من دافع بقى عن حد، احنا قانون كرشوف اللي جاف، قانون كرشوف اللي جاف كده الكتاب، خلينا ننسوا حاجة مهمة. اللي جاي في كتاب المدرسة. ما هو فيه نصين لقانون كرشوف في كتاب المدرسة.
ولا رأيك؟ تمام. في واحد في توصيل المقامات على التوالي قال فرق الجهد الكلي بيساوي المجموع الجبري لفروق الجهد عبر عناصر الدائرة الخارجية. ده اللي أنا عملته هنا. هات لي بقى الرسمة، بقى الرسمة تاني. اهي الرسمة تاني، تمام؟ اهي يا مستر. هات لنا الرسمة. حط عند النقطة بقى دي، شايفها؟ تحت. والنقطة سي. صح؟ ده اسم المفروض فرق الجهد الكلي، صح؟ فرق الجهد ده بيساوي مين؟ المجموع الجبري لفروق الجهد فوق، ايوه، زاد المجموع الجبري لفروق الجهد تحت. تمام. بص يعني فوق اللي كده فوق كده، ايوه اللي هي في المسار بالظبط. اي بي. يبقى ده فرق الجهد بين دي وسي، او دي وي. صح، انا قلت صح؟ تمام. علشان نظري اي وبي. لا، هات هاتها من تحت عشان خاطر نرد عليك. من تحت. والله حلو يا مستر سعد، اطلع عند اي وبي يا مستر سعد. اه يا مستر. هقول لك على حاجه بقى يا مستر سعد، فرق الجهد بين اي وبي تعرفه تحسبه لنا؟ نحسبه لك. نشوف مين الجهود اللي في اتجاه واحد وبنجمعها. البطاريات. بالظبط. ومين اللي في اتجاه واحد وبنجمعها. تمام. الاتجاهين مع بعض ولا عكس بعض؟ عكس. شكرا. يبقى طلع فرق الجهد بين A و B 2. تمام. يعني نقول تاني عشان نأكد بس على كلام حضرتك، ان انا عندي القوة الدفع الكهربائية الكلية هتساوي 4 و12 16. لانه في اتجاه واحد. تمام. لان جهد البطارية بيبقى من السالب الموجب. للموجب. تمام. يبقى انا عندي 12 زائد 4، يبقى الجهد او القوة الدفع الكهربائية الكلية او الفي بي توتال هتساوي 16 فولت. انا بحل كده على طول. تمام. كمل بقى. المقاومات. ايوه. التيار بتاع المقاومة 5 في نفس اتجاه تيار المقاومة 4. تمام. نحو ايه؟ تمام. نحو اليسار. تمام. يبقى الجهد نحو اليمين. بالظبط. يبقى دايما جهد المقاومة عكس تيارها. عكس اتجاه تيارها. تمام. تمام. يبقى انا عندي المقاومة الأولى 5. ايوه. والمقاومة الثانية 4. تمام. وتيارهم 2. تمام. يبقى 2 في 9 18. شكرا. 18 في اتجاه من اللي منين؟ من ايه لبي. حلو. شو بقى البطاريات؟ من بي لايه؟ تمام. مجموعهم كام؟ 2. يبقى يعني مجموعهم 16. تحت 18 بقى يعني 18 ناقص 16. 2. الفرق بينهم 2. تعال بقى انزل تحت. فرق الجهد تحت. بين بقى نقطة مين ومين؟ بين نقطة دي وسي. اي ار. تمام. المقاومة 2. بالظبط. والتيار. والتيار 1. 1 يبقوا كام؟ يبقى فرق الجهد 2. 2. يبقى فرق الجهد بين دي وسي 2. وفرق الجهد بين A و B 2. هل توجد مقاومات ما بين A و D غير دولت؟ لا. بص على السهم اللي بقى، شو بين ايه؟ ايوه انزل لتحت. لا، في مقاومات؟ لا مفيش. يبقى النقطة ايه هي النقطة دي؟ تمام. صح كده؟ تمام. روح الناحية التانية. بين B و C هل توجد بينهم مقاومات؟ لا. شكرا يا استاذ. يبقى لو انا شاطر، النقطة B هي النقطة سي. سي. والنقطة ايه هي النقطة دي. يبقى اصبح ده اسم فرق الجهد الكلي. هو قال هنلاقي، فاكر في التوصيل عليه التوازي؟ التوازي. تمام. قال له اختلاف قراءات الفولتمترات الثلاثة في 1 عن في 2 عن في 3، لكن مجموع قراءات الفولت هو بيساوي قراءة الفولتمتر الكلي. يعني لما وصل مقامات على التوازي لقى في 1 بيساوي في 2 بيساوي في 3. فقال له هنلاقي ثبوت قراءات الفولتمترات الثلاثه. ده فين؟ في التوازي. التوصيل على التوازي. ايوه. ثبوت قراءات الفولتمترات الثلاثه يساوي قراءه الفولتمتر الكلي بس. تمام. لو فهموا دي هيحلوا مساله سلفرت لوحديهم من غير حاجه. تمام. رغم ان ما زال لغايه هذه الساعه للاسف في ناس لسه بتتكلم عن مساله ايه؟ سلفرت 2016. تمام. طيب هل احنا بقى بعد ما جت المسألة احنا تعلمنا ولا ما تعلمناش؟ اكيد طبعا اتعلمنا. المفروض نكون تعلمنا ونحله باتجاه الجهد. تمام. اعتقد لسه عندنا متسع من الوقت. بس انا يعني بس عاوز اكد على معلومة دلوقتي. اتفضل. ان احنا في المسألة بتاعتنا جهود المقاومات كانت في عكس جهد البطارية. في مسائل تانية اللي بتاعت السنة اللي فاتت ممكن جهد البطارية يبقى مع جهد المقاومة. ما هتبقى بعد كده. بص اقسم بالله ما هيغلطوا. والله العظيم ثلاثة اللي سمع الكلمة دي اللي يروح يحل مسألة 2016 لوحده. ان يا ابن الحلال حدد جهد البطارية وحدد جهد اللي هي مقاومة. مظبوط. وفرق الجهد ده بيساوي المجموع الجبري. بس يبقى المشكلة. تمام. بس. احنا بس بنأكد على معلومة دلوقتي. معلومة اكيدة.
ان جهد البطاريه قد يكون مع او عكس جهد ما المقاومات. صح. لا بص بص مستر، انا انت هايل، انت عظيم، انت بقى رائع، بس انا مش عايز احط في اي شك يا تمام، ابن الحلال. انا بس باكد. مظبوط يا ابن الحلال، اتجاه جهد البطاريه مش سالب الموجب، تمام، واتجاه جهد المقاومه عكس اتجاه التيار. امشي من نقطه A لنقطه B، شوف مين معاك في اتجاه واحد واجمعهم، ومين في اتجاه مضاد واجمعهم، وتروحهم من بعض، راح مديك فرق الكود بس. تمام اتفضل تمام طيب في مسألة برضو وردت اتفضل معانا في كتاب المدرسة، اتفضل. وأعتقد يعني مسألة جميلة وإن شاء الله هنستفيد منها كلنا. يعني ان شاء الله. بيقول لي بقى في الدائرة الموضحة بالشكل، بس كبر بقى الرسمه شويه. حاضر، اه الرسمة كبر الرسمه عشان عايزين نشتغل بقى باتجاه الجهد. تمام. أنا عندي البطارية هيت، أدي بطارية النقطة ديت بنسميها ايه؟ والنقطة ديت هنسميها بي، والنقطة ديت هنسميها سي، والنقطة ديت هنسميها دي، وديت اي، وديت اف. المقاومة ده هي 3 اوم، والمقاومة ديت 5 اوم، والمقاومة ديت 2 اوم. القوة الدفع الكهربية الأولى ب6 فولت، والتانية ب2 فولت، والراجل محدد لي مسارات التيار، بيقول لي ده كده في الاتجاه ده وده في الاتجاه ده هوت وده في هذا الاتجاه. ده سماه I1 وده سماه I2 وده سماه I3. تمام، يبقى دولك كده داخلين ودي خارجه. نيجي مثلا هو عاوز يحسب التيار في كل فرع، يعني عاوز يحسب I1 و I2 و I3. حضرتك الرسمه كده واضحه؟ تمام. تمام، نيجي اصلا عند الوصله او النقطه سي، هنلاقي التيار I2 داخل وI3 خارج وI1 داخل. ده معناه ان الاي اتنين هتساوي ايه بقى؟ ها، مش هو I2 داخل I2 داخل وI1 وI1 داخل وI3 وI3 خارج، يبقى الداخل I1 زائد I2 يبقى يساوي I3. I3 هتساوي I1 زائد I2. يبقى أول معادلة عندنا I3 هتساوي I1 زائد I2، دي هنسميها المعادلة رقم 1. ونيجي نطبق عندنا المعادلة على المسار ABDE حطه قدامك على الرسم. نعم، حطه على الرسم قدامك، اهي وريني الرسمه. اهي هتطبع لانه مسار، المسار ده شاور اللي عليه A بي B سي سي دي اي اي، يعني الدائره اللي فوق، الدائره الخارجيه يعني. طب ليه؟ نعم، ليه عادي. طب ليه عادي؟ مش فاهم ليه يعني. طب يعني مثلا عشان نعزل، نخلي كل بطاريه لوحدها، ولا حضرتك ليك رأي تاني؟ عايز انت رأي يعني؟ انا ليا رأي تاني خالص. ايه بقى؟ انا هتخلص من I3 ده خالص، من واكتب جنبه بيساوي I1 زائد I2. هيساوي I1 ايوه زائد I3. انا بحب على فكرة الفهم قوي. تمام، خلاص كده؟ تمام. هسألك سؤال،
جهد المقاومة 5 كام؟ جهد المقاومة 5 اه هيساوي كام؟ 5 في الطايف اي 3. يبقى جهدها 5 وافتح قوس اي 1 زائد اي 2. تمام، يبقى جهد 5 ايوه. طب اكتب هيساوي، ماشي ماشي يا مستر، جنبها ماشي اكتب. هيساوي 5 ايوه اي 1 زائد اي 3. شكرا، ويفل القوس. تمام خلاص تمام تعالى بقى المقاومة اللي في الوسط دي 3 ولا 2؟ اعذروني برضو، 3 دي 3 اهو. تيارها كام؟ طيرها اللي هو اي 2. يبقى جهدها 3 اي 2. تمام، 3 اي 2، اكتب 3 اي 2 على طول. هسميها مثلا دي في خلاص 3. ماشي ماشي يا مستر سعد، اكتب 3 اي 2 وخلاص، 3 خليك هادي كده وريلاكس وبسيط. ماشي، 3 اي 3 اي 2 2. حلو. تمام، المقاومة الأولانية اللي هي كام؟ 2 2 اوم. اوم، ماشي فيها تيار ايه؟ واحد اي 1، يبقى جهدها 2 اي 1. يبقى جهدها 2 اي 1. شكرا. أصبح لديك كام جهد في الدايرة؟ 3 واحد قيمته 2 اي 1، واحد قيمته 3 3 اي اي 2 2، واحد قيمته 5 اي 1 زائد اي 2، صح؟ تمام خلاص يا رئيسي؟ تمام حدد لي. يا سلام لو انتوا معايا، يا سلام يا سلام يا سلام لو انتوا معايا بقى كده ورسمين الرسمه وتشوفوا هحل لكم ازاي. حدد لي جهد كل واحد فيهم، اتجاهها يعني. اتجاه جهد كل واحد فيهم. تمام، المقاومة الأولانية اللي هي 2 أوم، جهدها من بي لإيه؟ اعمل لي سهم، أهو سهم يا ريس، بعيد عن الخط بقى لو ماشي سمحت، ماشي ماشي أهو. اعمله جنب الرقم اللي انت كتبته اللي هو تمام أهو، شكرا. تمام تمام وصل. تمام روح لي بقى على التانية. اللي هي دي. ايوه تمام، جهدها لتحت، لتحت. حلو، ان عكس التيار. خلاص عكس التيار. تعال على التالتة. تمام، جهدها التالتة جهدها لفوق. لفوق. لفوق لفوق صح. تمام، عندك مشكلة كده يا مستر سعد؟ لا يبقى انا حددت الان اتجاه جهد كل مقاوم تمام على فكرة، وحددت قيمة فرق الجهد بين طرفي كل مقاوم. تمام محدش يا اخوانا يقرب ناحية قانون كرشوف غير هو بيعمل كده. حدد بقى اتجاه جهد البطاريات. جهد البطاريات، اه في البطارية الأولى، البطارية 6 فولت ايوه لفوق، الجهد بتاعها لفوق، تمام. والبطارية والتانية التانية؟ لفوق. شكرا. خلاص يا مستر سعد كده. تمام، الان معلش بقى، شوف انا قاصد بقى دلوقتي، يعني اعذرني انا قاصد. بص يا اخوانا ده ما كانش انا قاصد انكم تمشوا معانا، يعني ارجوكم، يعني احنا تعاملنا، اسفين بعد اذنك مستر سعد، تعاملنا كمدرس وطالب، يعني تمام انت مكانتك على راس من فوق، اعذروني انا حبيت نتعامل كمدرس وكطالب، يعني تمام انت، يعني انت انا واخد دور المدرس بعد اذنك، وانت واخد دور تحت، وانت حضرتك يا مستر استاذنا استنى فعلا، استنى دي استنى. حقيقة لا لا والله. مستر سعد خالص خالص خالص، انا من بقى شوك كنت انا على العكس، يبقى احنا فيه تبادل الادوار عشان نفهم. تمام، ارجعنا بالرسم والنبي يا عم، الله يرضى عليكم. هايل كده. اخوانا دلوقتي انا عندي كام تيار يا مستر سعد؟ 3. 2. تمام، احنا لغينا الاي 3، شكرا. عوضنا عنه. اولا انا بشكرك انك تنازلت عن طريقتك وخدت طريقتي عشان هم يفهموا. تمام، لك واحد لك الشكر على فكره. هي على فكرة تمام، هيعملها هايل 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 هايل. يبقى دلوقتي عندي تيارين بس، اي 1 واي 2. تمام، يبقى انا هاخد مسارين بس. ممتاز. ايه المسار اللي على اليمين والمسار اللي على الشمال؟ تمام، وهجيب معادلتين بس يا مستر سعد. ماشي، واحلهم في ظرف دقيقتين يطلع النادي. تمام، خلي بالك يا مستر سعد. هات لي بقى المسار الاولاني. اللي هو قوله. A ايه؟ B C F. انزل، برافو. تمام. المفروض المجموع الجبري لفروق الجهد فيه بيساوي صفر، ما تكتبش حاجة. ابدأ اكتب بقى الجهود. يبقى الجهود A B A B A B، شايف A B شايفها؟ A B. أيوه A B، من اه A لغاية B. اه عندك كام جهد؟ جهد اللي فوق وجهد اللي تحت، شكرا. مع بعض ولا عكس بعض؟ عكس بعض. مين الكبير يا مستر صاحبي؟ اللي هو البطارية المعض عندك، يبقى اكتب 6 ناقص ناقص الله. 2 اي 1 شكرا. 2 اي 1 هيساوي، انا عايزك بقى تعمل لي حاجه مهمه قوي. انت شايف المسار اللي انت خدته ده؟
اه شايفه طبعا. اللي هو ال A B C D شكله ايه يا مستر سعد؟ ال A B C F مش دي يا سي مستر؟ اف تمام، شكله ايه؟ مربع او السين اللي جواه مربع، جواه جواه مربع كده، جواه هو جوه المسار ده مربع. ماشي حلو وشاطر، مربع كده ما تخافش. اعمل لي المربع ده مع عقارب الساعة، تمام. مع عقارب اتجاه الساعة. الطيار يعني؟ ايوه لا مش تعمل كده بالتيار، ماشي ده اسمه اتجاه المسار، تمام اهو اسمه اتجاه المسار تمام كده مع عقارب الساعة صح. تمام الخط ده يا مستر سعد اللي انت رسمه ده شايفه اتجاهه مش من اسفل الى اعلى أني واحد بتاع المسار، اه الضلع على اه اه ايدك اه بتاع المسار اتجاهه من اللي منين؟ واحد لأسفل واحد لأعلى لا خد الضلع اللي على ايدك انت الشمال، اللي هو ده ايوه اتجاهه منين؟ من أسفل لأعلى. شكرا بقى، انا هعلمكم حاجه حلوه بقى، حلوه قوي قوي. شايف الستة فولت معاه ولا ضده؟ معاه معاه الستة فولت اللي فوق معاه ولا ضده مستر سعد؟ معاه يا مستر. ايه يبقى تاخد موجب. اه شوف صح ستة معاه. معاه. طب تعالى بقى والاثنين اي اللي هو جهد بقى المقاومه معاه ولا ضده؟ اتنين اي واحد ايوه عكسه. شكرا خدت سالك تمام صح. تمام روح بقى للضلع اللي فوق تمام اللي هو الافقي البطارية اللي فوق يا مستر سعد، الضلع اللي فوق في ايوه ده هناك مقاومات زيه نظيره؟ مفيش مفيش. اعديه يعني تعد يعني حضرتك تقصد ان مفيش مقاومات ايوه بين بي وسي، ايوه بي لكن سي ده بقى يمثلها الضلع الافقي ده. تمام وصل. تمام تعالى بقى الضلع الرأسي التاني، الضلع الرأسي التاني اه من سي لإف. تمام مين اللي معاك ومين اللي ضدك؟ اللي هو جهد اللي المقاومة معاك معايا اديله موجب وضدك اديله سالب، يبقى بس 3 اي 2 ناقص ناقص 2 تمام بيساوي صفر يا مستر سعد، بيساوي صفر. ايوه ما هو المجموع الجبري بيساوي صفر. ماشي انا خليتهم بدفتر بدفتر بس بيساوي يعني صفر. اجيبهم لما التانية انت ولا استنى بس، انت عملت ايه دلوقتي؟ انت عملت كتبت ما ايه؟ انا خليتهم بيساوي بعض. لا يعني اجيب دي لا ده مستر سعد يساوي بعض. لا طيب يعني حضرتك تقصد ان 6 ناقص 2 اي 1 ايوه زائد ايوه 3 اي 2 ايوه ناقص 2 3 يساوي دي صفر. معاك ولا ضدك مستر سعد؟ 3 3 تبع المسار بتاعك معايا. ولا عكس اه المسار؟ معايا بالموك معايا. هو السالب بتاعها فين؟ السالب بتاعها لفوق لفوق ما هي عكس والموجب التيار. لا انا بتكلم على البطاريه، السالب بتاعها فين؟ البطارية ولا البطاريه مستر سعد، البطارية جهدها لفوق بس السالب عكس السالب بتاعها فوق ولا معاك؟ السالب تحت اهو تحت والموجب فوق. يبقى اتجاه البطاريه ده من السالب للموجب، يعني من ايه اسفل لاعلى، تمام. والمسار عندك من اعلى لاسفل. اه تمام يعني يبقى انت عكس. هتاخد سالب. اه نقعد ما انا عملت انا سنين اهي. تمام. كل ده يساوي صفر. تمام. طب تعالى بقى المقاومه معاك ولا ضدك المقاومه؟ المقاومة معايا معاك، يبقى تاخد جهدها ياخد اه 3 اي 2 اهي. فهمت يعني؟ اه بعد اذنك في الكلمه وصلت يعني اه عندك؟ طبعا. تمام. صفيها بقى كده، صفيها. تمام يبقى سالب 2 و4 يبقى لا 4، سالب 2 و6. سالب 2 و6 يبقى 4. يبقى 4. انا كتبتها تمام نقطه تمام غلط. حلو حلو هاي. سالب 2 اي 1 تمام زائد 3 اي 2 بيساوي كام؟ بيساوي صفر. تمام اذا اتنين اي ون، 2 اي 1 زائد 3 اي 2 هيساوي 4. شكرا. تمام انا بقى عملت انا كده ليه؟ لو انت هتجيب بقى فرق الجهد ما بين سي وما بين اي وما بين اف، تمام حط النبي عند سي، صبع كده عند سي اهي والصبع عند اف اهي. هنا عندك كم جهد بين هاتين النقطتين؟ كم جهد؟ اه جهد البطارية وجهد المقاومة مع بعض ولا عكس بعض؟ البطارية لفوق والمقاومة لتحت يبقى عكس عكس. بعض. لما تيجي تجيب فرق الجهد بين هاتين النقطتين تجيب التيار اللي هو اي 2 تروح ضربه في مين؟ في 3 في 3. الناتج ده تروح طرحه من جهد الايه؟ البطارية. يروح مديك فرق الجهد بينهم. تمام وصل؟ تمام وصل الكلام؟ تمام كمل بقى. تعملها برضو المسار التاني زيه بالظبط كده. تمام نيجي بقى على البطارية التانية. يبقى احنا دلوقتي هنعمل برضو مربع تاني؟ اه جواها برضو اللي هو يبقى انا بحدد اتجاه جهد البطارية
تمام بحدد اتجاه جهد المقاومه، تمام بحدد اتجاه المسار، تمام بطبق قانون كيرشوف بس. تمام بعمل مربع تاني اهوت ايوه على المسار التالي بنفس شكله يعني، تمام واعمله برضو مع عقارب الساعه زي ما انت عايز، مع تمام عقارب يعني ماشي يمين. تمام نيجي على الجزء ده، اتجاه البطاريه ايوه معانا، اتجاه البطاريه معانا اللي هو ايه؟ 2 فولت. حلو. واتجاه المقاومه، واتجاه المقاومه في العكس. شكرا. يبقى 2 ناقص الله 3 اي 2. طيب ثانيه واحده بعد اذنك، بص للقيمتين دول في ليه معادله الاولانيه 3 اي 2 و 3 اي 2 يعني، لا كنت مدي البطاريه موجب وكنت مدي جهد المقاومه سالب سالب، لما جيت عكست اتجاه المسار ايه اللي حصل بقى؟ تمام ده اللي حصل. وصل الكلام؟ تمام يلا كمل مستر سعد. نيجي بقى على المقاومة التانية. الله الله الله. المقاومة التانية في العكس. يعني اتجاه معاه ولا عكسه؟ معاكسه. تمام. ما هو المسار بتاعنا لتحت. هاي هاي برافو، يبقى سالب سالب خمسة وافتح قوس. ايوه خمسة صح، سالب خمسة افتح قوس بس يا عم. اي واحد زائد اي تلاتة اي تو بقى اي اتنين تمام بيساوي كام مستر سعد؟ بيساوي صفر. شكرا. بس غبت. لا خلي بالك وانا وفرت معادله، شوف بقى تطلع كام وحل لي النتيجه. يبقى احنا عندنا 2 المعادله الاصليه بتاعتنا اهي اللي احنا صفناها، هتساوي 2 اي 1 زائد 3 اي 2 هتساوي 4. هنسمي دي المعادله رقم 1. المعادله الاولى دي المعادله الاولى. تمام ماشي. المعادله الثانيه هتبقى هنخليها كده على جنب، صفيها الاول يا مستر، هنصفيها ماشي. يبقى 2 2 اهيت سالب 3 اي 2 سالب 5 برافو عليك اي 1 سالب 5 اي 2 بيساوي زيرو، هيساوي صفر. تمام. يبقى انا عندي 5 بس 5 اهو، يبقى 2 ناقص 5 اي 1 وانا عندي سالب 3 اي 2 وسالب 5 اي 2، يبقى سالب 8 اي 2، كل ده هيساوي صفر. تمام. يبقى دلوقتي حط بقى ماشي، قول بقى يبقى ممكن دلوقتي تضرب المعادله كلها في سالب. طب ما تعملها زي اللي فوق بقى خالص، زي اللي فوق خالص دي، ما عشان بس الغي السالب ده ولا زي ما حضرتك شايف عادي؟ لا مش زي ما انا شايف يعني، انت خلي الاثنين حد مطلق وانقل بقى دول. تمام. ما انا هجيب الاثنين لما التاني بشر. لا او بص يا مستر، هقول 5 ايوه 5 بالموجب اي 1 ايوه زائد هي 8 ايوه اي 2 تساوي هتساوي 2. بس ما هو ده تروح بعرضها المعادله كلها في سالب. خلاص بقى يبقى دي المعادله رقم 1 ايوه، ودي المعادله رقم 2. تمام. احطهم تحت بعض اهي. وصل الكلام؟ وصلت. بس يبقى 2 اي 1 زائد 3 اي 2 هتساوي 4. تمام. المعادله اللي بعديها 5 اي 1 زائد 8 اي 2 هتساوي 2. سهل ولا صعبة؟ صح، سهلة جدا. بس اضرب بقى المعادلة دي في 3، اضرب المعادلة دي رقم 1 ودي المعادلة رقم 2، مفيش مشكلة. هضرب دي في 5 اللي فوق وتروح اضرب اللي تحت في كام؟ واضرب اللي تحت في 2. حلو. اضرب. يبقى اللي فوق لما تضرب في 5 هتبقى 10 اي 1 زائد 15 اي 2 زائد 20 هتساوي 20. تمام. اصبحت دي المعادلة رقم 1. تمام. واحد شرطة اللي بعدها تضرب في 2، يبقى 2 في 5 ب 10 اي 1 زائد 2 في 8 ب 16 تمام اي 2 تمام هتساوي 4. تمام. دي 2 داش. هتعمل ايه بقى؟ اطرح. مش الوقت خلص، اطرح. هطرح 2 من 1. تمام. هبص الاقي الاي 1 هتطير. تمام. يعني انت بعد اذنك راح تحل حل جبري بقى. تمام. هنضيع اي 1، هنجيب بقى قيمتين اي 2 وبعدين نبدا نجيب مين اي 1 واي 3. اي 2 هتساوي 16. تمام. يعني الفكره كلها ان هنحل بقى حل ايه جبري، وان شاء الله الحلقه اللي جايه ممكن نعلمهم يحلوا بالايه على الحاسبه ان شاء الله. تمام. الحلقه الجايه بقى احنا كده خلصنا الفصل، هيبقى كله ريفيجن عام على الفصل مين الاول كله، وكده ان شاء الله هنحل مسائل كتير على ايه قانون كيرشوف، وهنحل باكتر من ايه طريقه. اعتقد كانت حلقه جميله، كانت حلقه مميزه
مع ايه مستر سعد عسل، العفو يا وانا مستر. بشكرك بشكرك، اقول لك شرفت مكانك، الله وانت يكرمك يا دايما مستر. ايه في ليه قلب انت طبعا، وكل المجموعه اللي شغاله معانا، مستر سعد، مستر احمد، ايه بركه، الرئيس بتاعنا كلنا، الله يديك مستر يا انور ايه عبد الله. بشكر طبعا القناه الجميله، اما انتوا اعزائي الطلبه والطلبات، بشكركم على حسن مشاهدتكم لنا، لعلكم تكونوا استفدتم. تصبحوا على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.